أخوتي المغاربة وأخواتي المغربيات، داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، المهم كنطلب الله اللي خلقنا جميعا، وكنطلب منكم تساعدوني، ساعدوني أخوتي على وجه الله. أنا راه ما نقولش لكم بغيت دار ولا بغيت عمارة الفاطمة ولا بغيت، أنا ساعدوني غير في الدواء، وشوفوا من حالي عاونوني غير في الكرة باش نخلص هاد الحفرة اللي راني ساكنة فيها على وجه الله. ترى واخا كاع ما عرفتش شنو كاين، كلشي كنمشي وعد الله ونخلي كلشي، أنا مبقاش ينهصرني مول الكرة هاكا، وقف عليا على 3 شهور ديال الكرة. كرياج البيت وهاديك كوزينة، ماشي تا كوزينة، غا حفرة تحت الدروج ب30,000 و4,000 ديال الموضوع. أنا ما كنخسر لا مال هدا ولا ما عندي ماكينة ديال الصابون، ما عندي تا حاجة، عندي هاديك البوطة راه كاع مبغورة فيها كانون واحد، وردي ديت مشتو رجلي شتو حالتي، ما بغيتش نوري رجلي لعباد الله يبقاو يتألمو. جاني في النصران وليدي المرة الأولى، جاني في النصران وليدي، عالجوني من واحد شوية حبسوه، قالوا لي الأشعة والشيمياء قاسيت وليدي، اللحم ديالي الله ينجيكم طاح، وصافي قلت الحمد لله، وليت هاكا تنوقف وتندق بشوية مع البنيات، وشوية وليدي عاودني للنبولة. وليت حاشاكم وليدي دابا غد مايات، وثاني ما بقيتش كنقد كاع حاشا وجهكم، عز الله وجهكم للطواليت ما نقدرش كاع ندخل ليها، ساعدني الطبيب من بعد الله، هذاك سمو زين عطاه ليا، خرجوه ليا كياخذوه ليا هاكا الناس المرضيين المؤمنين بالله يعاونوني فيه. سمحوا ليا ما قدرتش ندوي بزاف، ويا هاديك وليدي اللي كيسالي ليا الدواء كنتعذب بزاف، كنت كرفصة وليدي، كيبقاش عندي الدواء كنبات الليل كامل وانا جالسة كنطلب الله، راه واحد الحريق ما نقدرش نوصفه ليكم، لهلي نوريه ليكم وليدي، كنطلب الله ما تشوفوش، راه وحشة وليدي كينتش ليا في جسمي، اش غنقول ليكم، ما قدرتش نوصفه ليكم. ملي كنشرب هذيك الكينه ديال الترامال شويه كيرخف عليا، وانا ما كانش عندي وليدي راه العذاب الالي، نطلب الله ما تشوفوش، وتعذبت وليدي بزاف، ما عندي لا ماندا، ما عندي لا بنيات خدامين، شكون ماما مزوجين بوليداتهم، ما عندي والو غير هكم محسنين اللي بقيت فيهم، وشي واحد قالها لواحد ولا شي محسنة هكا وحده قالتها لوحده مساكن كيروفو عليا بلي كتب الله، همو الالف ريال همو الالفين همو ما لا يومين ثلاث ايام، حيت الله سبحانه وتعالى ما تيخليش عباده بالجوع، ولكن شي حاجه اللي هي زعما خلاص الكرا والماء والضوء، وانا ما كاينش ما لقيتش والو، راني داوية هاكا والله العظيم إلا كنت طالت بيا بالحشمة كلي عامرة بالعرق ناقد، حيت أنا موالفاش ليا، ولكن يجود الله، الله كتب عليا هاكا الحمد لله. وخورا وليدي راه 11 عام جاية 11 عام هادي، ولكن ما كنتش طايحة، كنت واقفة مريضة وصابرة مكابدة كابرة وليدي، كنخدم كنخدم وليدي هاكا، مرة كنخدم في الريستورات، نخدم في بخبازات نخدم، ولكن على الميناج غير الميناج وليدي باش كنخدم على بنياتي ونجي، ودابا صافي وليدي دهورت حالتي صافي، ما اللي تعلي مشيت نعدو نخدم عندو كي ما كيبغيش، يقول لي لا ما نقدرش ندخلك نخدمك، يدور معايا بديك 100 درهم ولا هادي، تيقول لي سمحي لي لا ما نقدرش ندخلك للمحل، تيعطيني للحبس تيا الموت فيك صافي، وتنجي وليدي كنجي مكمدة وندخل،
واللي ما التجاش لله والخوت المؤمنين المؤمنات لما غنقول شكون لما غنقول انا عييت ظلم الله منكم المحسنين والمحسنات تعاونوا معايا ولو عاد شي اللي بقى لي في حياتي من عمري على وجه الله لوجه الله عندي 62 عام وستين عام زيدا في 1959 ايوا انا كنعاني وليدي 11 عام هادي مشات لقى من عمري وليدي تنعاني ونقاسي الحمد لله ما كنطلب منكم غير عاونوني غير في الدواء تعاونوا معايا في هاد الكرا نخلصو ما غاديش نطلب منكم المستحيل نقول لكم شريو لي الدار ولا شريو لي جلاله ولا وليدي عندي الله خواتي الخوت كل ما ديا في راسه وفي ولادو استغفر الله العلي العظيم راهم كاينين وليدي بعادين عليا ولكن راه مع ولادهم يلا كيكونوا وليداتهم كيدرجوا مع ولادهم فين غيتلفتوا فيا انا ولا التليفون كيبقى هذيك المره وصافي بقيتي كي درتي وتهلاو فيها وصافي هادشي اللي كيكون والو وليدي الله شاهد عليا والو انت من اللي بني قالت راه كنمشي عند وحده فيهم مشيت عندها يومين والراجل وليدي بحال اللي ما بغانيش بحال اللي كيبدا يضرب في الدراري قدامي يخبط في ولادو قدامي واش تعيط نرد في حالاتي وليدي جيت جيت بحالاتي تكمشت هنا في موحيلي صافي للي حوزك على شي مخلوق وليدي للي محنكم انا عاد جربت وعرفت نطلب الله وليدي ما يحوزكمش على شي خلق صعيب 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 بزاف صعيب رسالتي لي مرامتي جابو بحالتي ورانا تنطلب الله ونطلبهم تعاونوا معايا في هاد الكرا قالوا عاونوني غا في الكرا يخلصوا لي ديال الكرا وعاونوني في الضو والماء والدواء صافي الدواء اللي عندي ديال فقر الدم وسموزيل وطرامال واحد اللي باري كندقو كل 22 يوم تيدقو لي وحده على ود الرجل حيت انا رجلي ما قدرتش نوريها لكم عباد الله راه حنان عباد الله كيبقاو يتالموا المؤمنين بالله عندهم قلب رهيف ما قدرتش نعري هاد الرجل هادي تشوفوها وليدي ما قدرتش اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة